اتولدت في قرية العزيزية بدرشين، فلاح أباً عن جد. عشت في الأرض أزرع وفلح مع أبويا لحد ما أبويا سابنا ورحل. القرية اللي كنا بنبص لها بصة كلها خير، كان عندنا كل حاجة موجودة في الأرض، من خضار لفاكهة لقمح لذرة، كل ده بيبقى موجود عندنا. ما كناش بنحتاج حاجة أو بيشتري حاجة من برة إلا الشيء اللي هو الخارج عن الإرادة. الغيط كانت بتبقى مليانة بالخير، والبيت كان بيبقى مليان بالخير. من الأرض ديت إحنا كنا بنشتري أرض، وكنا بنصرف على بيوتنا وبناكل وبنشرب وبنلبس. كانوا بيقولوا الأرض إن ما غنتكش تسترك. كان الفدان اللي كان الواحد بياخده أجار، كان بيسد أجاره ويتبقى معاه فلوس آخر السنة يقدر يجوز بنته، يقدر يجوز ابنه. كان القمح ده لازم يجي على القمح بتاع السنة اللي فاتت في البيت. الذرة كنا نزرعها نحصدها نيجي ندقها أو ندرسها، ولازم تفضل في البيت مخزون لحد ما يجي الذرة بتاع السنة التانية عليها. زمان كنا بنروي الأرض دي، كنا بنرويها بالشادوف أيام الجدود، وبعد كده النجار الفالح عمل لنا طنبور أو البدالة كنا بنسقي بها الأرض. الأرض اللي مستواها بيرتفع عن سطح المية مثلا 50 سنتي 40 سنتي 60 سنتي، كنا بنعلق الطنبور ده وبنسقي بيه الأرض دي. في الوقت نفسه كان الأرض بتطلع خير كتير جدا. الفدان اللي هو مأجره ده بيجي آخر السنة يلاقي نفسه معاه فلوس، يقدر يبني، يقدر يجوز، يقدر يعلم أولاده، يقدر حاجات كتيرة جدا. كان الواحد يمشي في الأرض الصبح كده يشم ريحة زهر الفول ده، ويشم ريحة زهر الليمون، ويشم هواء معطر إلهي. الواحد يبقى متهيأله إنه عايز يحضن الأرض دي في حضنه. اللي كان عنده فدان، عنده نص فدان، عنده قراط، ما كانش يقدر يفرط فيه مهما احتاج ومهما عاز، ما يقدرش يجي ناحية الأرض ويفرط فيها ويبيعها ولا. إلا بقى الناس كانت بتعايره، الله ده بقى النص فدان اللي عنده، ده بقى القراط اللي كان عنده، طب هو هياكل منين ويشرب منين بعد كده؟ الأرض زي العرض غالي علينا وكلها أسرار. احنا جذورنا ضربة في الارض دي لسبع جد، ما نقدرش نتخلى عنها ولا نسيبها، غالية علينا جدا. اديتنا كتير واديناها جهدنا وعرقنا وما نقدرش نفرط فيها. النهاردة الابن لما بيطلع علشان خاطر يلاقي ابوه شغال في الارض، انت خدت ايه من الارض؟ انا هروح ادور على وظيفة، هروح اشتغل مدرس، هروح اشتغل مع المحارة، هروح اشتغل مع مش عارف ايه. ليه؟ علشان انا الارض ما بقدرش اوفر منها قوت عيالي اللي انا ايه عايز اربيهم زي انت مربيتنا. ولادي دلوقتي كل واحد منهم ما بقاش غاوي الفلاحة زي ما كنا غاوينها زمان. كنا زمان الواحد يبات في الارض بالليل ويصبح الصبح يشتغل فيها، وما كانش بيروح البيت، يروح البيت ليه؟ دلوقتي الاولاد اللي عنده شغل، اللي عنده مدرسة، اللي عنده مش عارف ايه، مش قادر يتأخر عنها، فبيضطر يسيب أبوه أو يسيب أخوه بيشائف الأرض لوحديه وبيروح المصلحة بتاعته. ده طبعا لما لقوا إن الفلاحة ديت بقت عبء عليهم وأهملوا الأرض دلوقتي بسبب إنها ما بقتش تجزي زي الأول. اضطر الفلاح غصب عنه علشان الكيماوي غلي، أصحاب الحيازات بياخدوا الكيماوي يصرفوه من الجمعية ويجيبوا ويحطوا عنده في البيت، وبعد كده يقول له أنا عايز كيس كيماوي، ده بقى 150 200 جنيه علشان يكسب فيه هو، وهو المفروض الفلاح اللي يصرف الكيماوي ده. الحاجة التانية التقاوي اللي احنا كنا بنجيبها ونكسرها على ايدينا في البيوت، أصبحنا دلوقتي بنجيبها شتلات. يعني كانت الطماطم بنكسر التقوي بتاعتها في البيت، كان الخيار، الفلفل،
البتنجال، كل ده كنا بنكسر التقاوي بتاعته عندنا على ايدينا في البيت واحنا زرعينها. دلوقتي لا، لازم تجيب طقم الشيء الفلاني والشكل الفلانيه علشان نستورد او نجيب من اماكن احنا مش قدها بالنسبه للمصاريف، نضطر غصب عنا نجيب ونزرع ومش قادرين نفرط في الارض رغم ان احنا مظلومين وكبشين على النار او ماسكين النار بايدينا. ليه؟ لا انا قادر اسيب الارض بتاعتي تبور، ولا انا قادر اصرف المصاريف اللي مطلوبه، ولا قادر احدد سعر المنتج اللي انا بطلعه من الارض، اذا كان خضار اذا كان قمح اذا كان ذره، مش قادر. ليه؟ بيتفرض عليا انك انت لازم تعمل الشيء الفلاني، بيتفرض عليا السوق بيقول لي كيلو الطماطم بكذا غصب عني لازم ابيع، حتى لو هتخسر عندي بخاف تخسر، بروح اقول له خد يا عم اللي انت عايزه، اذا كان بجنيه بيقول لي بنص جنيه، اذا كان بالنسبه للتاجر. وفي تجار يعني عندهم ضمير بيعامل ضميره وبياخد منا الحاجه من يرضي الله. كانوا بيقولوا الارض دي قطعه منك، حته منك، ما تسيبهاش ما تهملش فيها. اذا كان لقمتك من فاسك هيكون قرارك من راسك. اذا كان بتطلع من الارض زرع تاكل وتشرب منه هتقدر تاخد قرارك من راسك، محدش يفرض رايه عليك. بنتعدى على الارض بالتبوير وبالمباني وبالتجريف وبنظلمها معانا ونقول ما جابتش انتاج. طب ما جابتش انتاج ليه؟ اذا كنت انت سايبها ورايح تضع على شغلانه وسايبها عايزه تشرب وعايزه تعزق وعايزه كماوي وعايزه حاجات كتيره. ونفسي الحكومه تهتم بالفلاح اللي هو تعبان وتقدره وتقدر له شقاه وما تحرموش وتخليه لقمه للطمعين يطمعوا فيه. الفلاح اللي هو بيطلع الخير من الارض ده واجب نبص له وواجب نعتني بيه ونقف على مشاكله ونحل له المشاكل اللي هو واقع فيها. الاجيال اللي طالعه دي انا خايف عليها، مش مرتبطه بالارض زي ما كنا مرتبطين. بقى كل واحد منهم عايز يشوف شغلانه يجيب منها فلوس غير الارض. اللي عايز يشتغل واللي عايز يتوظف واللي عايز يدور على حاجه تجيب له مكسب سريع، واحنا مش قادرين نفرط فيها. عايز الاجيال اللي هي طالعه تبص ناحيه الارض، تبص ناحيه الارض ويشوف ابوه كان بيعمل ايه وجده كان بيعمل ايه وكان بيصرف على البيت من الارض دي وكان بياكل ويشرب ومبسوط ويمكن جوزه هو من الارض دي. خايف عليهم من الزمن اللي جاي. عود لاصلك وعود لارضك وازرع وشوف ابوك كان بيعمل ايه وجدك كان بيعمل ايه، هتغنيك الارض وهتوكلك وهتشربك بسقيك وما تخليش حد يتحكم فيك.